طبعا ما شاف عاد طيب. المباراه زي ما شفتوا كده الحمد لله كانت يعني الحمد لله على كل حاجه الحمد لله. كابتن حليم خليني اكلمك على الماتش، يمكن دخولك المباراه النهارده يعني تكلامك مع اللاعبين ودخولك كفكر مدير فني النهارده بالنسبه لهذه المباراه امام نادي كبير نادي الزمالك عنده امكانيات لاعبين مميزين. والله بص يا كابتن فاروق انت عارف ان انا في فتره مشيت فيها ست مشات الاخر دي ما كنتش موجود مع الفرقه طبعا كنت شغال بشكل واسلوب وطريقه كده طبعا كابتن فاروق لما جه طبعا ليه طبعا ليه كل احترامه ليه طريقته واسلوبه فاشتغل باسلوب تاني مع الفرقه فلما كان انا يعني انت برضو عايز اتكلم في حاجه مهمه جدا ان الماتشات كل يومين او ثلاث ايام صعب جدا اي مدرب يجي يغير اي حاجه في يومين ده حقيقي ده حقيقي فاعتقد اي تغيير بيبقى مضر اكتر من الفرقه مما بتفيده التغييرات الكتير وعدم الاستقرار الفتره دي بالذات بتبقى مضره بشكل كبير جدا لاي فريق فاعتقد احنا اشتغلنا على الناحيه النفسيه انا كنت يعني لعبوا ست ماتشات هم بس في اقل من اسبوعين انا غبت عن الفريق بالظبط 24 يوم اللعيبه بقى اللعيبه برضه كانت عارفه اسلوبي فرجعنا بسرعه لاسلوبنا والحمد لله فرضنا اسلوبنا على نادي الزمالك بشكل كبير ولعبنا كوره معاهم بشكل كويس وكسبنا فرص كتير جدا اعتقد اكتر من فرص نادي الزمالك بس طبعا اخطاء دفاعيه طبعا غير مبرره ومكرره كتير وحتى الاخطاء ما تلحقش كمدرب في اليومين دول ما تلحقش حتى تصلح اخطاء او اي حاجه فالحمد لله طبعا الولاد ادوا شكل مباراه كويسه بحدود المتاح وكانوا اقرب للفوز او التعادل اعتقد ان النتيجه كانت طبيعيه النهارده يعني اضعف الايمان كان تعادل لان هي فرص محققه الشوط الاول والشوط الثاني فالحمد لله طبعا على كل حال كابتن حليم بس يعني عشان نتكلم في فكره ان دايما التغييرات اللي المديرين الفنيين بتاثر هل فعلا الوقت اللي يعني ان انت اعتذرت فيه وكابتن طارق جه بعد كده انت جيت تاني هل الفتره دي نفسها فعلا اثرت على اللاعبين انت قلت ان طبعا في كل مدرب ليه فكره لكن تاثيرها السلبي على اللاعبين كان اكبر من ان انت تلحق تعمل اي شيء ممكن يغير الشكل العام بالنسبه للفريق لا والله بالعكس النهارده الشكل العام انا شايف ان الشكل العام النهارده للفرقه بشكل الناس كلها يعني شفت كابتن فاروق الشكل كويس الحمد لله لا طبعا مفيش شك النهارده انتوا بس ممكن تكون كمان يا كابتن حليم انت النهارده ما عندكش حل اخر فانت ما عندكش ان انت غير ان انت تهاجم وتعمل مباراه هجوميه بالنسبه لك لان الفوز هو الحل الوحيد بالنسبه لك طبعا انت برضه يا كابتن فاروق انت بتلعب فرقه كبيره زي الزمالك برضه اكيد يعني اكيد يعني في فرق كتير جدا تقول لك انا اقفل كويس وبعدين العب على المرتده والكلام ده لا احنا ما عملناش كده احنا من اول دقيقه نازلين عايزين نهاجم وعايزين نلعب كوره ولعبنا كوره بشكل كويس انما طبعا انت عندك حق طبعا لما بيجي مدربين في وقت قليل جدا بيعطيك ازدواجيه شويه عند اللعيبه اللعيب مش عارف يعني يبقى لعبت باسلوب معين تيجي تغير بسرعه جدا زي ما بقول لك كل يومين او ثلاث ايام ماتش مفيش ازدواجيه عند اللعيبه شويه ممكن يتاثروا بشكل كبير انما انا بقول لك انا ما غبتش عنهم كتير 24 يوم بالظبط فيعني شويه اللعيبه ادت بالشكل اللي احنا كنا شغالين بيه بشكل كويس انما طبعا لا انت عارف احنا كنادي حاوس حدود عندنا عدد محدود من اللعيبه هم معظم اللعيبه دي كانت بتلعب كل يومين او ثلاث ايام 11 لعيب او 15 لعيب شغال معاهم كل يومين او ثلاث ايام بتاثر عليهم من الناحيه البدنيه او النفسيه او بشكل كبير جدا لان الفتره اللي فاتت برضو لاعبين احنا لاعبين يوم الخميس اللي فات مباراه مع اسوان اللي هي برضو خساره مباراه اسوان دي احبطته بشكل كبير جدا خساره احباط كبير خساره اسوان خساره الانتاج الحاج خساره سموحه فاثرت عليهم بشكل كبير صحيح. انما زي ما بقول لك تغيير مدربين في اوقات قليله كده وخصوصا كابتن حليم يعني انت اخ وزميل كنا في وقت واحد خليني اكلمك كابتن حليم اعتذر ليه قبل ما طبعا ما يجي كابتن طارق عشان اعتذرت ليه اصلا كابتن حليم انا ما اعتذرتش امال النادي هو اللي غير هو النادي هو اللي غير اوكي تقبلك للمهمه ده كان يعني برضه عشان نوضح للناس النادي هو اللي غير وبعد كده النادي بعد كابتن طارق العشري لما اعتذر او النادي غير كابتن طارق العشري انت تقبلت المهمه مره ثانيه حبا في نادي حرس الحدود انت عارف يا فاروق انا في نادي حرس الحدود انا عارف انت صعدت بيهم من مع الفريق فانا ما اقدرش اقول نادي حرس الحدود في اي حاجه لان ده بيتي وليه فضل كبير جدا عليا وانا تحت امره في اي وقت امشي يا حليم امشي يا حليم يجي الحلقه حليم اروح ارجع مش خالص مكمل يا كابتن حليم مكمل مع النادي الموسم المقبل زي ما بقول لك يا فاروق تحت امر النادي انا النادي ما كلمنيش اي حاجه خالص انا النادي ارجوني ارجع اكمل مع الفرقه امشي مش فيش مشكله خالص الحمد لله قدمنا نفسنا بشكل كويس كمدربين شباب في الدوري الممتاز عملنا شكل كويس جدا انما النادي طبعا اداره ليها الحريه الكامله
وانا انا بحلهم من اي حاجه طبعا، انا تحت امرهم، تعالى تعالى امشي امشي مفيش مشكله. طيب خلينا يا كابتن بقى، واحنا يعني هارد لك وان شاء الله زي ما بقول لك كده في الفتره الجايه لو انت مكمل ان شاء الله نتمنى لك التوفيق ان شاء الله، والسنه الجايه تكونوا وتقدموا شيء كويس بالنسبه لنادي حرس حقوق وترجعوا تاني للاضواء. خليني بس اكلمك، احنا هنا من خلال يعني قناه تين وبرنامج البريمو بنحاول بقى ندعم الانديه المصريه للمشاركه في بطوله افريقيا، يعني تنصح الانديه او تقول ايه بالنسبه للاهلي والزمالك وبيراميدز؟ والله طبعا نتمنى طبعا ان الكونفدراليه نادي بيراميدز يفوز بيها طبعا، نادي مصر الوحيد في الكونفدراليه. نادي الاهلي ونادي الزمالك طبعا مباراتين مهمين جدا مع فرقتين من المغرب، الدوري المغربي قوي جدا، قوي جدا الوداد او الرجاء فرقتين من فرق قويه، اعتقد لسه منتهي امبارح الدوري المغربي كان في صراع قوي جدا بس اعتقد ان الضغط في الدوري المصري هتاثر بشكل كبير جدا عند الانديه المصريه، الدخل يعني اثر بشكل كبير جدا عند الانديه المصريه. فاعتقد الفرقه اللي هي هتريح لعيبتها الفتره الجايه بشكل كويس هي اللي هتقدر تكمل، سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي بيراميدز، لان الضغط دي مش صالح الفرق. شفنا اصابات النهارده، محمود علاء بيتصاب في المباراه، امبارح كان كهربا، اصابات كتير جدا نتيجه توالي المباريات. اتمنى ان يستعيدوا استشفائهم بسرعه جدا، واتمنى ان الفرقه من الفرق المصريه يفوز بدوري الابطال وبيراميدز يفوز بدوري الكونفدراليه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كابتن حليم كل الانديه المصريه تحاول، طبعا موقف الاهلي والزمالك لان احنا هو نادي واحد، اتمنى ان الفرقتين يبقوا في النهائي وايا كان الافضل يحرز هذه البطوله. ايضا بيراميدز نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله ويحرزوا بطوله الكونفدراليه. بشكر طبعا كابتن محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود ثالث الانديه الهابطه للدوري الدرجه الثانيه طبعا، واحنا بنتكلم على الهبوط والصعود.